محمد كويد، محمد أمير وأحمد عزيز. كرة الغف سيطر عليه اللورن وودز. انطلاقة، إذا انطلاقة المباراة ثلاثية مبكرة من ومبكرة جدا من فريق الأهلي، وبالتحديد من كاظم ماجد. الدفاع كان هو سر تألق الأهلاوية في جيم 2، والانطلاقات القوية كانت أيضا هي سر التألق للمنامة في جيم 1 and 2. علي عقيل أبوه مدرب المنامة يلعب ضد أبوه اليوم في هذه الأمسية. حكم يقول ما فيه شيء، صباح لم يوفق انطلاقة سريعة. لاحظ البنتريش في خطأ أول في المباراة، خطأ أول في المباراة، ويحتسب الآن على فريق الأهلي، على كاظم ماجد، عفوا على علي عقيل. كويد تلقى مراقبة لصيقة في المباراة الماضية من علي عقيل. نوروز، والثلاثية الأولى لحسن نوروز في هذه الأمسية. ثلاثية مبكرة حسن نوروز على غير العادة، مو مستواه في الفاينلز على طول. لا 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 تعطي المنامة الرفق، لا تعطي المنامة الرفق. لاحظ ثلاثية وترن أوفر آخر، كان مس كوميونيكيشن بين سيد كاظم ولورين وودز. أحمد عزيز في البنت حاول يكسب خطأ. 7-0 رن والتايم اوت. جدا سريع من المدرب القبرصي جابرييل. هل هو بالفعل احتاج الى التايم اوت؟ دقيقة و16 ثانية على انطلاقة الكوارتر الاول. 7-0 رن، وشفنا رن تاريخي للمنامة في جيم 2 عندما المنامة عمل 23-0 لما نتكلم عن 23-0 رن، نقصد أن الفريق يسجل 23 نقطة متتالية من دون أن يسجل الأهلي ولا نقطة في سلة المنامة. وهذا ما حدث في الكوارتر الثاني عندما كانت النتيجة 40-28 نقطة للأهلي، ولكن المنامة نجح عبر الكوارتر الثاني وجزء من الكوارتر الثالث بتسجيل نقطة 23 نقطة من 28 إلى 51 نقطة، وهذه طبعا لقطات هايلايتس للنقاط السبع اللي سجلها المنامة من خلال أحمد عزيز وينشيزو والثلاثية حسن ورزوان. 2-2 دفاع ضاغط قد يكون لا المان تو مان. نايس علي عقيل اسست باسكت اول لورن وودز يقدم يعني طيب ترن اوفر على وين تشيزم. ثلاثيه راح يطلقها، 2 بوينتس هي ولا ثلاثيه؟ استعجال حماس ما كان له داعي تماما من الاهلي. اليوم كل رمي ضاعه لها حسابها، ما في تعويض. ووين تشيزم مصر على الانسايد جيم، وهي از ا جود 3 بوينت شوتر على فكره. وين تشيزم علي عقيل 9-2 7 بوينت ليد للمنامه. هشام سرحان تعرض لدايس كروس اوفر. هشام افضل لاعبي، واحد من افضل لاعبي البحرين في الميد رينج شات. هذا اللاعب لما نتكلم عن مدرينشات، لاحظ ترنوف سيطر عليه وين تشيزو. وين 8 نقاط 6 نقاط لوين من اصل 11 نقطة للمنامة. سيد كاظم هشام اللعب على الانسايد جيم هي الحلول لفريق الاهلي. لاحظ محمد امير يتواجد شوف في ربكة واضح الربكة. سيطر عليها المنامة. التمرير إلى كيكي. هو
13 نقطة مقابل 4 نقاط، 9 نقاط الفارق، وبداية قوية هي الأقوى للمنامة في الفاينلز. 13 نقطة في 3 دقائق، يا الله النية مبيتة للمنامة. لاحظ السرعة والانطلاق الآن. أحمد عزيز الكل سجل في المنامة في انتظار محمد أمير. لم يوفق فيها. علي عقيل إيربول وتو بوينت في ظل غياب الدفاع المنامي وعملية الباكس أوت. وين تشيزم غير راضي تماما على اللعب الدفاعي السلبي لفريقه، وإهداء للأهلي إيزي تو بوينت. تبديل دخول حسين شاكر. دبل سكور الفارق 7 بوينتس. حسن نوروز من عزيز ثلاثية ثانية للمنام. نايس باسكتبول جيم. والرد والتايجر فروم ذا بنش يضع الرد سريع على المنام، والمباراة سوف تكون مشتعلة في هذه الأمسية. كي كي لم يوفق فيه، سيطر عليه بدأ الآن الأهلي العودة إلى المباراة تدريجية. حركات حسين شاكر ستبدأ في العمل. حسن نوروز راح يخترق بكل تأكيد. بلوك وخاطر، ما كان لا داعي تماما البلوك، ما كان داعي تماما من حسن او من صباح حسين. دخول حسن قراشي. كبديل لعلي عقيل. اليوم على عكس المباراة الثالثة، جابرييل قام بتبديلات سريعة، طلب وقت وتحت الضغط، هو تحت الضغط بكل تأكيد. 17 نقطة مقابل 9 نقاط. 17 نقطة مقابل 9 نقاط، 8 نقاط الفارق. وصل أكبر فارق إلى 10 نقاط. محاولة للتمرير وين إلى هشام، يصوب ثلاثية لم يوفق فيها، ما كان له داعي تماما. يعني الإفراط الهجومي للأهلي والإصرار على الثلاثيات راح يدفع ثمنها الأهلي بصورة كبيرة في المباراة. وهذه هي مباراة يعني ما فيها واحد ثنتين، خلاص أكون أو قد لا أكون للأهلي، وليس هناك فرصة ثانية. إيربول انطلاقة حسن قراشي، ما شفناه في المباراة الثالثة. يكسب خطأ حسن قراشي بذكاء، كسب خطأ ويطالب برميتين، لكن الحكم يقول له لا ما فيه شيء. صباح حسن قراشي الثلاثية الأولى له في المباراة. يس، ثاني ثلاثيات الأهلي في الأمسية، و 5 point game بعد ما كانت 10 point game، الآن 5 point game للمنامة. كويد open shot، كويد open shot، عمل ربكة في الدفاع، وبالتالي 2 points لكويد، يرفع رصيده كويد إلى 4 نقاط. لورين قراشي ثلاثية ثانية لم يوفق فيها، يجر صعوبة الأهلي الآن في عملية الأوفنسيف ريباوند. أحمد عزيز يكسب خطأ، يكسب خطأ أحمد عزيز. باسكوالا الفلبيني يكسب الخطأ على حسين شاكر، جزاء رميتين.
جمهور المنامة المدرجات فل، جمهور الأهلي المدرجات 95 إلى 97% فل، فيه يعني كراسي بسيطة شاغرة عدد قليل جدا، ولكن جمهور المنامة عائلات عديدة حقيقة أيضا تحضر هذه الأمسية. أحمد عزيز 20 نقطة، المنامة يصل الآن المنامة إلى معدله يعني الآن المنامة تفوق على نفسه، المنامة يلعب بمعدل 15 نقطة في الثري جيمز اللي طافوا في الكوارتر الأول، إذن المنامة الآن تقدم على نفسه تفوق على نفسه. ننتظر الأهلي اللي أيضا معدله 15 نقطة في الكوارتر الأول، الآن يصل إلى النقطة 14 والمنامة يبي يخلص، وجود ديفنس باي صباح حسين. شوف جمهور الأهلي بلوك، يقولون بلوك طبعا مقتبسة من عملية البلوك في كرة الطائرة اللي يرددها جمهور الأهلي للاعبينه الأبطال في كرة الطائرة. حسن نوروز جود ديفنس من هشام أيضا، ولكن الأوفنسيف ريباوند حاضر، حكم يقول ما فيه شيء ولا لا، سكند أوفنسيف ريباوند. أحمد عزيز غياب الرقابة الدفاعية، أوبن شوت رابع نقطة، ثاني باسكت للمنامة أوبن من غير دفاع. حسين شاكر حاول يكسب، شوف في ربكة في الهجوم، و 2 points easy 2 points خطأ متعمد على من؟ على صباح، عفوا على جراج، خطأ واضح. على صباح يعني ما كان عليه أن يتصرف، خلي يسجل نقطتين ولا تعطي الآن خطأ ثاني على صباح، تم الآن استبعاده من قبل المدرب إلى دكة البدلاء ودخول الثعلب محمد حسن. 8 point game وراح يرجع الفارق إلى 10 point game، كل لاعبي المنامة سجلوا، كل لاعبي المنامة سجلوا، ولا تبديل في فريق المنامة إلى هذه اللحظة، على عكس ما كان عليه في الكوارتر في المباراة السابقة الأهلي، ولا تبديل في الكوارتر الأول، الآن يحدث العكس في المباراة، قلت لك 10 point game المباراة تعود من جديد، وكأنك يا أبو زيد ما غزيت، كأنك يا الأهلي ما خلصت الفارق إلى 5 point game. لاحظ ما خلصنا احنا من إفكت الفاول، سيطر عليه ستيل حسين شاكر والتمرير قد يكون خطأ على كويد. كويد ارتكب الخطأ، خطأ الأول على الثاني على محمد كويد، وتم استبداله دخول ميثم جميل. شاكر لورن، أهلي ثلاثيتين، المنام ثلاثيتين إلى هذه اللحظة، يتحين الأهلاوية الفري. ستيل نوروز all the way، يكسب خطأ، يكسب خطأ، يعني واضح اللعب كويد. يعني ما كان لداعي تماما أيضا الخطأ، يعني الإسراف في ارتكاب الأخطاء يعني راح يدفع الفريق ثمن. الآن عدد الأخطاء على فريق الأهلي 5 أخطاء مقابل خطأين فقط على فريق المنامة. عشر نقطة الفارق الأكبر في المباراة، علي عقيل يعود مرة أخرى إلى تشكيلة الفريق، هشام سرحان يضع ثلاثية، ولكن الاحتفالية الجوكر
الجوكر الكبير محمد أمير يضع الدنك ولا أروع في إطار احتفاليات الأهلي بالثلاثية. يباغت أمير المنام اليوم أسرع هو في الفاينلز أسرع من الأهلي، ولكن المحركات اللاعبين التالنتس اللي عند الأهلي هم أسرع في اللعب، ولكن الاستفادة القصوى من السرعة لفريق التمرير. حسين أوبن شات، نايس باسكت بول جيم من الأهلي. التمريرات روعة بين الفريقين، 10 نقاط الفارق. مباراة 27-19. لاحظ أيضا تشيزم يضع الثلاثية، وين استعراض في الثلاثيات في المباراة، وماذا يحدث في هذه الأمسية؟ لاحظ مباراة هجوم from the bench. حسين شاكر أيضا يضع 2 points، ومباراة سريعة ممتعة. يا الله 32 points المنامة، يقدم أفضل أداء هجومي له وحسين لورن. الله يا سلام يا سلام، متعة الباسكت اليوم في هذه المباراة. 32-23، 55 نقطة إلى هذه اللحظة. ويلكم تو بحرين باسكتبول. وين لم يوفق، ولكن الجوكر حاضر ويسيطر عليها المنامة. يعني في ثلاثية قادمة راح نشوف. الله على الفيك 2 بوينت ما يفهم. 34-30-23، ياهي مباراة هجومية للمنام اللي داخل بقوة كبيرة في الكوارتر الثاني في آخر 7 ثواني الآن. مباراة سريعة منامية 7 ثواني. محمد حسن واللاس أوفنسيف بول من الفريقين بالتحديد في الكوارتر الأول من المباراة. التحية لفريق المنامة اللي قدم هذا الشو الهجومي ب 34 نقطة مقابل 23. بتقول لي المنامة معدل تسجيلي كم؟ أقول لك 15 نقطة في الكوارتر الأول، وهذه هي الجماهير الحاضرة في المباراة. هاي جماهير المنامة. ولاحظ أيضا جماهير الأهلي. يعني المباراة قمة في الإثارة، المباراة متعة هجومية منقطعة النظير حقيقة. الفريقين قدموا مستوى هجومي استعراضي ما شفناه من فترة، وبالتحديد المنامة اللي سجل إلى هذا 34 نقطة. تشكيلة يعني تبديل وحيد فقط في الكوارتر الأول للمنامة بداعي الأخطاء الشخصية. 34 مقابل 23 الأهلي، والمنامة معدلاتهم الأفرج في الكوارتر الأول فقط 15 نقطة. ضاعف النتيجة ب 19 نقطة، تفوق على نفسه المنامة في الكوارتر الأول، في حين أن الأهلي أيضا تفوق على نفسه بفارق 8 نقاط في الكوارتر الأول. ولكن ثلاثيات الفريقين متساويين على فكرة في الثلاثيات، 3 ثلاثيات لفريق المنامة مقابل 3 ثلاثيات، ولكن تبقى النسب هي الأهم، لأن المنامة صوب 5 سجل 3، الأهلي صوب 11 ثلاثية. اليوم الأهلي على غير العادة متحفظ في كل مبارياته على خط الثلاثيات، في حين أن الأهلي
اليوم انفتح الشهية 11 ثلاثية صوب سجل فقط ثلاث أيضا. أوه وين تشيزم يضع ثلاثية أخرى في سلة الأهلي يضع يرفع رصيده إلى 9 نقاط والفارق الأكبر. الأهلي الآن يتعرض إلى قصف هجومي يعني غير متوقع في هذه المباراة. لاحظ خطأ مفروض يعني فيها نعم فيها تو شات فري ثروز. هذا هو الفلبيني باسكوال أكثر من 3800 متفرج إلى 4000 متفرج يتواجدون في هذه الصالة وعدد كبير منهم من العوائل التي تحضر هذه المباراة. سيطر عليها يعني الأهلي آخر شيء يحتاجه هو أن يضيع الرميات الحرة في هذه المباراة. سبعة وثلاثين 23 المنامة ما بيعطي فرصة للأهلي اليوم. يبدو أن النية مبيتة للاعبي المنامة يعني ليس الفوز ولكن التقدم بفارق كبير من النقاط. حسين شاكر لاحظ الدبلتي التمرير السريع يجد صعوبة الأهلي في إيجاد لاعب من غير دفاع. شاكر لاحظ الجود ديفنس اجريسيف ديفنس التمرير وتقيم المنامة 39-23 16 نقطة الفارق 16 point game فارق شاسع للمنامة في الكوارتر الثاني من المباراة. والثلاثية حسين يضع ثلاثية لفريق الأهلي في الوقت المناسب. المنامة ما عنده وقت أبدا في الهجوم يبي يخلص المباراة وكأن المباراة إذا سجل أكثر راح يخلصها أسرع. مستعجلين لاعبين المنامة على الوصول إلى الفارق بأكبر وبأسرع عدد ممكن بأسرع وقت ممكن. كل هجمة للمنامة باسكت كل هجمة. حسن نوروز سبع نقاط لم يوفق فيها حسن نوروز ولا ستتش على محمد أمير. لا ستتش على محمد أمير 14 point game. أعتقد حسين سلمان يجب أن يشارك من الأهلي. حكم يقول ما فيه شيء وطبعا في good defense. خطأ والكرة لصالح الأهلي. حسين شاكر في التنفيذ لاحظ خطأ على ميثم والحكم لم يحتسب أي شيء. في عرقلة من ميثم على علي عقيل. حسين شاكر الله يا حسين في صعوبة. الأهلي يعاني هجوميا. أوه نايس بول هاندلينج استعجال ما مرر الكرة كان يجب التمرير. لاحظ عملية البوست اب ما يستغل لورين وودز بالصورة المثالية. صعوبة بالغة لفريق الأهلي في اللعب الهجوم. 3 نقاط فقط هي نتيجة الكوارتر الثاني لفريق الأهلي.
مقابل 6 نقاط لفريق المنامة. صار دروب هجومي في الكوارتر الثاني. لاحظ الروتيشن، الجود ديفنس روتيشن، ثلاثية لهشام سرحان يضع الثلاثية الآن هشام ويغلص الفارق إلى 11 بوينت جيم. الآن فقط التفكير في الجود ديفنس، إذا أراد الأهلي العودة إلى المباراة عليه بالجود ديفنس. راح نشوف هشام، نايس باس، خلصها لم يوفق فيها. والله والله عيني عليه بارد محمد أمير قاي، يعني يقوم بعمل جبار محمد أمير في الهجوم وفي الدفاع. هذا هو محمد أمير الجوكر. شوف دخول محمد أمير الآن، محمد صباح حسين، فقط لمحمد أمير، تعليمات واضحة وصارمة من الجهاز الفني القبرصي بقيادة جابرييل ومساعدة ريان المحمود بأن يقوم محمد عقيد صباح حسين بمراقبة الشغل الشاغل له، مراقبة محمد أمير. ثلاثية لم يوفق فيها، يسيطر عليه حسين شاكر. كاظم يعود إلى المباراة، حاول يكسب خطأ، يعني استعجال في التصويب للاعبي المنامة. التمرير مرة أخرى، ثلاثية مباغتة لم يوفق فيها حسن نوروز. لورين، منطقة التواجد لورين غلط، يجب أن يكون في أسفل الحلقة، هذا هو المنطقة. شوف ما في تمرير، ما في استغلال للورين. نايس سبين باي لورين وودز، يا سلام على السبين الجميل. لاحظ على طول يعني حاول فيها، وين مستحيل لوين جيزم أن يعني يراقب لورين بالطريقة، لكن إذا تم استغلال لورين الأهلي سوف يعود إلى المباراة. ثلاثية لوين، سيطر عليه ميثم، يعاني الأهلي هجوميا عفوا دفاعيا في الكرات الساقطة، ووين راح يعوضها. نايس موف، التمرير إلى أوبن شات محمد أمير، وانطلاقة سريعة الآن، الفرصة سانحة لتغليص الفارق إلى 8 بوينت جيم. وهشام ماذا يفعل هشام في الهجوم؟ أوبن شات، غير رايه. آخر شيء كان يتمناه الأهلي هو أن يكون اللعب على خط اللعبة. ميثم جميل، أحمد أمير، أحمد عزيز، تمرير دفاع المانتومان حاضر لفريق الأهلي، بين الأهلي يركز في الدفاع ولكن الآن يدفع فاتورة الكوارتر. عطايا محمد أمير، 8 بوينت جيم لمحمد أمير. لاحظ الموف من لاحظوا الفك 2 بوينتس لمحمد أمير، يرفع رصيد إلى 8 بوينتس، 12 بوينت جيم للمنامة. 4 دقائق 22 ثانية على نهاية الشوط الأول أو الكوارتر الثاني من المباراة. أوبن، لاحظ الربكة الدفاعية اللي عاملها فريق المنامة على الأهلي. يعاني الأهلي، يعاني هجوميا بالفعل نظرا للضغط الدفاعي المنامي. كوارتر ثاني، يعني 4 دقائق وعشر ثواني على نهايته. أفضلية، لاحظ ترن أوفر الواحد تلو الآخر. وقيا جابرييل، نصيحتي لك بإشراك حسين سلمان في المباراة، يعاني
من السرعات، يعاني من البطء الهجومي، يعاني من البطء الدفاعي، وحسين سلمان راح يعمل ربكة للدفاع المنامي. راح أشوف يعني أنا أشوف في تحركات ولكن ما في تبديلات. الأهلي هل استنفذ تبديلاته؟ خياراته انتهت. عطني كاميرا على مدرب الأهلي. ميثم جميل ونقطة أيضا لميثم جميل، والفارق يعود إلى 14 نقطة. منامي يبسط سيطرته في أرضية الملعب. هشام حركات دفاعية ممتازة، لاحظ التمرير وخطأ على وين تشيزن، خطأ ثاني على وين تشيزن. خطأ ثاني على وين تشيزن، راح يتم استبداله فيما يبدو بالفعل بأحمد نجف. الآن الفرصة قد تكون سانحة، بلوك باي أحمد نجف من اللمس الأولى في البداية. الآن راح نشوف المنامة هل هو غادر، وفي خطأ خطأ على صباح حسين والتايم اوت. أربع أخطاء على صباح، يعني الأخطاء اللي ارتكبها صباح ما له داعي تماما، وقلت لك يدفع فاتورته الآن الأهلي. استهتار دفاعي من صباح يكلف الفريق. هو لاعب منتخب، يجب أن يكون أكثر هدوء في المباراة، تعاطي مع معطيات المباراة بصورة صحيحة وسليمة، أن ما يأثر على فريقه. شوف هايلايتس الجيم في الكوارتر الثاني. الفارق، والآن الكرة لصالح المنامة، يعني 3:29 على نهاية الشوط الأول. يونس كويت في أرضية الملعب، في الأهلي المنامة لاعبين منامة يلعبون على البادي كونتاكت. محمد كويت لاستاتش على حسن قراشي، لاحظ لاعبي الأهلي دروب معنوي. شوف يعني البادي لانجويج للاعبي الأهلي في مشكلة، يعني رافعين راية الاستسلام فيما يبدو، الفارغ مأثر عليهم، ما في الحماس المنقطع النظير، والمنامة يلعب من دون محترفه اللي تم يعني اعطائه بعض الدقائق اللي راح لانه ارتكب خطأ الشخص الثاني، وبالتالي مدرب الفريق البحريني عقيل ميلاد فضل استدعاء الى دكة البدلاء.
جماهير الملامح حاضرة اليوم تبي تحتفل الجماهير. واربعين نتيجة كوارتر ثاني متناقضة تماما مع ما دار من أحداث في الكوارتر الأول اللي انتهى 34 نقطة مقابل 23 نقطة. الآن الكوارتر نتيجة 10 نقاط مقابل 7 نقاط. يعني ماذا حدث في المباراة؟ بدأ يحتفل جمهور المنامه، اجواء احتفاليه لجماهير المنامه. ديفنس ولا استاج على محمد امين. والله هي الفرصه سانحه الان لفريق الاهلي للعوده الى المباراه اذا ما اراد استغلال فتره وين تشيزن ببقائه على دكه البدلاء. الاهلي عاجز عن التسجيل الى هذه اللحظه، واللعب على الانسايد جيم. شوف انا اقولك عاجز، بس اللعب على الانسايد جيم في مشكله، في مشكله. الاهلي يعاني في عدم التمرير، عدم اللعب على الانسايد جيم. وراح اعطيك هذه 2 بوينتس كويت، يضع باسكت كويت 16 بوينت جيم، والاهلي يعاني وبقوه في الكوارتر الثاني من المباراه. لاحظ خطأ هجومي على لورن وودز. وين تشيزم على دكة البدلاء، والأهلي يعاني في تسجيل نقطة. سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة يتابع المباراة. يونس ولا نقطة إلى هذه اللحظة. وين نايس باس، عطني ياه، نايس جيم. 18 نقطة الفارق. يا الله ماذا يحدث في المباراة؟ المنامي يلعب دفاع صح، محمد حسن ثلاثية غير موفقة، وحالة من الضياع الهجومي التام لفريق الأهلي. والعشرين كابوس المنامة نزل على الأهلي، 20 نقطة فارق، صعب الأهلي يرجع فيه. ولاحظ الديفز وخطأ، والحكم يقول ما فيه شيء، بدت الأعصاب تفلت. عطني إياها اللقطة، خطأ متعمد. والله الحكم يقول هذا هو لورن وودز. عصب لورن وودز، عصب عصب لأن ما في تمرير. شوف 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 شوف. عصب لورن وودز، يعني أكثر مرة أشوفه أنا معصب لورن وودز في الدوري، يعني مو بقادر يحصل كرة. الدفاعات صح، والمنامة يلعب صح هجوميا دفاعيا، اللعب صح. كاظم شوف التمرير حق لورن، وين لورن؟ شوف الصعوبة البالغة اللي يعاني منها الأهلي في تسجيل نقطة. ولا أقول لك يعني باسكت واحد ولكن النقاط راح تسجل من خط الرمي الحرة. فيما يبدو السبع نقاط فقط سجل الأهلي في الكوارتر الثاني من المباراة، ومدرب الأهلي يضرب أخماس في أسداس الآن مع مساعده ريان المحمود. ماذا يحدث يقول في الفريق؟ هذا هو لورن وودز، 10 مواسم في الان بي اي. الأهلي يعاني،
النصر يعاني. في دفاع ضاغط الآن، كنا في الوقت الضايع يعني خطأ. شوف المباراة فيها ضغط، الأهلي يعاني، ولكن الدفاع الضاغط يا جابرييل يا مدرب الأهلي ضاغط متأخر تماما. مغلوب 18 نقطة وترجع على منتصف الملعب تلعب مان تو مان، لا كان الأحرى أنك تلعب دفاع ضاغط من أول ما طلع وين تشيزن عندما كان الفارق 12 نقطة فيما يبدو، ولكن الآن فارق 19 نقطة. الأهلي سجل فقط رمية نقطة واحدة فقط بعد خروج وين تشيزم. كاظم ليش؟ السؤال ليش؟ ماذا يحدث؟ ماذا يحدث فيه؟ عطني ياهو شوتايم، شوتايم لأمير البنامة. لحظة دنك أمير، شوف خلاص في أعصاب في المباراة. حسن قراشي رميتين لحسن قراشي، في أعصاب في خطأ متعمد جزاء رميتين وحيازة. حسن قراشي على خط الرمي الحر، علو عسى علو عزة، ويعاني النصر، الأهلي يعاني، وتبديل متأخر جدا من المدرب جابرييل اللي الآن الآن آخر 25 ثانية يشارك حسين سلمان. يعني الآن ما هي مهمة حسين سلمان؟ لاحظ يعني في سوء، يعني عندما يعني اللاعب يعاكس الجماهير هذا غير مقبول تماما، تصرف غير مقبول من حسن قراشي، او يعني تدخل في مع الجمهور. لاحظ تبديل خروج أحمد ودخول أحمد عزيز وحسن نوروز، لماذا للثلاثيات في آخر 23 ثانية و4 أجزاء من الثواني؟ 22 نقطة الفارق للمنامة. راح يخلص 23 ثانية، والله ذكرني هذا السيناريو بسيناريو نهاية المباراة، صوبها الثلاثية ليش لا؟ كاظم ماجد والثلاثية مع الرمق الأخير من الكوارتر الثاني من المباراة. أداء ممتاز 10/10 لمدرب المنامة عقيل ميلاد. اكتسح الأهلي في المباراة ب 54 نقطة مقابل 32 نقطة، فارق كبير قوامه 22 نقطة. طبعا راح يكون هذا فارق كابوس على مدرب الأهلي ومساعده. 38 نقطة هي معدل تسجيل المنامة في الشوط الأول في الفاينلز. اليوم المنامة سجل 54 نقطة في الشوط الأول.
ثلاثية غير موفقة، الرابع ثلاثية يعني الفريقين اليوم ما قدموا مباراة يعني هجومية من ناحية من خارج القوس، أربع ثلاثيات لكل فريق، النسب متقاربة بين الفريقين، ولكن الأمور راح تكون مثيرة أكثر للمنامة. أنا أعتقد المنامة اليوم يعني يطمح لوصول إلى الفاينل أو التتويج بفارق كبير من النقاط ليجعل طبعا الفريق. ثلاثية غير يعني لا غير رايه، مخرجنا الشومل اذا يسمعني بس الايربيس، وثنائيه 2 بوينتس لم يوفق فيه الاهلي، ثاني هجوميه ثاني لعبه هجوميه لم يوفق فيها، والثلاثيه الان قادمه للمنامه لم يوفق الان يعني في بحث عن ثلاثيات استعجال. 2 بوينتس حسين شاكر بلس 1، هل ينجح حسين شاكر بالعودة بالأهلي إلى المباراة؟ 20 نقطة فارق كبير، ولكن ليس الأهلي يعني يصوب على الثلاثيات، وجميع اللاعبين يرجعون إلى منطقة الدفاع، الثقة حاضرة لفريق الأهلي في يعني كأن الكرة باسكت، أو الفريق اليوم يعني طالع في الجود شيب ماله، ولكن وين الهجوم الكرات أو الهجوم الريباوند الهجومي؟ تابع المباراة، 21 نقطة الفارق، 22 نقطة الفارق سجل حسين، ولكن العودة كانت من كويد من ثلاثية في الهجمة الماضية. التمرير المدرينج لم يوفق، خطأ هجومي على لورين وودز، لورين وودز سجل 9 نقاط، ولكن أفضل هدافي المباراة هو حسين شاكر ب 14 نقطة، في حين أن أحمد عزيز هو مسجل 13 نقطة. تخيل أحمد عزيز ما بين في المباراة، ولكن في جعبته 13 نقطة في سلة الأهلي، ويليه أيضا الجوكر محمد أمير. وين تشيزم، خطأين على وين تشيزم، نجم المباراة محمد أمير. كيكي فاصل من التمرير، والثلاثية غير موفقة، أوفنسيف ريباوند آخر في ظل غياب الباكس أوت الدفاعي لفريق الأهلي، الكرات سانحة تماما لفريق المنامة، والثلاثية أخرى لم يوفق، وأوفنسيف ريباوند آخر، وماذا يفعل لاعبي الأهلي في الدفاع؟ وين الباكس أوت؟ وين الباكس أوت في دفاع الأهلي؟ لورين وولز 2 بوينت، يعني المباراة الآن ما انطلقت لصالح الأهلي، فارق الـ 22 نقطة يلغي بظلاله، يعاني الأهلي في الدفاع. تتكلم عن المنامة، المنامة سجل، خلنا يعني أعطيك المباراة كيف ثلاثية أخرى للمنامة، هي السادسة للمنامة، يعني تزلزل الأرض من تحت أقدام المدرب القبرصي جابرييل، اللي الآن يعاني تماما من أداء فريقه الهجومي. يعني ما بنقول تكتيك مدرب الآن، ولكن لاعبي الأهلي سلبيين في الدفاع بصورة كبيرة، وإلا كيف فريق يسجل 62 نقطة في الشوط، 54 نقطة في الشوط الأول، و62 الآن قبل 6 دقائق و42 ثانية على نهاية الكوارتر الثاني من المباراة، وهذه قد تكون نتيجة مباراة أو نهاية كوارتر أو نص انتصاف كوارتر رابع، وهذا أداء هجومي 10 على 10 لفريق المنامة.
دفاع شوف متقدم بفارق 25 نقطة ويلعب دفاع ضغط. عقيل ميلاد مبيت النية اليوم لجمهور لجمهور للاعبي الأهلي وفريق الأهلي بأن يتقدم ويحقق فوز كبير والساحق على الأهلي 2-2-1 دفاع ضاغط. شوف حسين سلمان الآن يشارك حسين سلمان، لا متأخر جدا. يعني شو بيسوي حسين سلمان الآن؟ لورين دفاع وخطا على وين تشيزم يرتكب خطأ شخصي ثالث على وين تشيزم. مترين 18 سنتي لهذا اللاعب، يحمل الجنسية الأمريكية واللبنانية، وصل سعره إلى $1,000,000. لعب في ميامي هيت، لعب في دالاس مافريكس، لورين وودز كان يلعب مع ليبرون جيمس. في نفس الفريق كليفلاند كافاليرز 24 نقطة الفارق وثلاث. الله في الوقت الصح أمير المنامة وتوف وبلوك دانك آخر من لورين، لكن الدانك لورين ولا دانك أمير المنامة، برينس أوف منامة، هذا هو اللقب الجديد لمحمد أمير. ثلاثية لكي كي لم يوفق فيها انطلاقة حسين شاكر، الأهلي يكون أسرع. هذا هو حسين سلمان لم يوفق في الثلاثية. نوروز في نفس الفريق كليفلاند كافاليرز 24 نقطة الفارق وثلاث. الله في الوقت الصح أمير المنامة وتوف وبلوك دانك آخر من لورين، لكن الدانك لورين ولا دانك أمير المنامة، برينس أوف منامة، هذا هو اللقب الجديد لمحمد أمير. ثلاثية لكي كي لم يوفق فيها انطلاقة حسين شاكر، الأهلي يكون أسرع. هذا هو حسين سلمان لم يوفق في الثلاثية. نوروز يعني شوف من عطني ياها اللقطة هذه، شوف الباكس اوت، لاعبي المنامة هم اللي يعملوا الباكس اوت على لاعبي الأهلي. شوف لاحظ الباكس اوت، يعني شوف محمد أمير هو عامل الباكس اوت على لاعب الأهلي. خطأ جزاء ثلاث رميات حرة. نوح نجف رئيس الجهاز مو براضي 23 نقطة 26 نقطة ومو براضين. صباح حسين 4 أخطاء شخصية. طبعا نرحب ايضا بمستمعينا عبر اذاعه البحرين تردد 102.7 على موجه الاف ام. 5 دقائق تفصلنا على نهايه الكوارتر الثالث من باسكت بولتندينج باسكت، صح قرار صحيح، يبتسم ويأشر على الحكم
شوف الحكم يعني كان مفترض ياخذ تكنيكال فاول على لورن على وين تشيزم. خلينا نشوف الان راح اقول لك ليش اللقطه وين صارت اللقطه. خلينا نشوف وين تشيزم في انتظار باسكت نو باسكت خطا فني على وين. راح نشوف نو كاونت. ما تم احتسابها. هو قرار وين طلع صح. حسين سلمان الأهلي يضغط ولكن صباح راح يغادر سريعا أرضية الملعب. أربعة أخطاء شخصية عليه. دفاع 2-3 متواجد. وين يا 2 بوينتس لوين يرفع رصيده إلى 13 نقطة وعندنا أربعة لاعبين من فريق المنام مسجلين دبل سكور. 13 نقطة لوين تشيزم و 2 بوينت للورين وودز. 14 نقطة لمحمد أمير برنس أوف منامة. أحمد عزيز 13 نقطة وكويد 11 نقطة في حين أن فقط لاعبين من الأهلي 16 نقطة لكل لاعب حسين شاكر ولورين وودز. أما البقية في غياب تام. بلوك سيطر عليها لاحظ الفايت وتو بوينت. هو خطأ يحتس بخطأ والله كان البلوك اللي راح يكون بلوك اوف ذا سيزن. شوف اللي عاده لا خطأ واضح خطأ واضح على لورين وودز. وين تشيزم عمل كل شيء للملعب. خروج برنس اوف منامة ودخول نجف. يعني تتكلم عن المنامة من خط الرمي الحرة 15 مرة وهذه الرمي رقم 16 مسجل إذا نجح فيه. وين 12 مرة 12 نقطة من خط الرمي الحرة 12 نقطة من خط الرمي الحرة سجلها الملامة مقابل نقطتين فقط لمن للأهلي من خط الرمي الحرة اللي صوب اللي وصل لها 6 مرات فقط. فمعناته هناك مشكلة. الأهلي ما يلعب في الانسايد جيم الأهلي يلعب على الأوسايد. عمران التمرير إلى حسين والثلاثية أيضا يواصل مسلسل هدر الثلاثيات الأهلي. خطأ هجومي على حسن نوروز. سيغادر شاكر ودخول حسن قراشي. شوف حسن أروز مع نوح نجف. هشام مختفي تماما في هذه الأمسية. إصرار الأهلي على اللعب على الثلاثيات غير مقبول وغير منطقي وغير صحيح. خطأ متعمد على الأهلي على حسين سلمان. خلاص رفع الأهلي راية الاستسلام. لاعبين اللعب على الثلاثيات بهذه الطريقة ما يخدم الفريق بتاتا خصوصا أن الأهلي مسجل 4 ثلاثيات فقط في المباراة.
71-44 وحيازة لفريق المنامة وفرصة الآن إلى 30 نقطة الفارق. من عزيز وين إلى 30 points لم يوفق فيها والريباون مرة أخرى. يا سلام على حلوة عمران سيطر عليها حسين سلمان. حسين قراشي كان مفروض أنه يصوب 2 points. هذا المفروض يلعب فيه الأهلي الانسايد جيم وعدم الإصرار على الثري بوينت شات. أحمد عزيز دفاع المان تو مان من حسين سلمان. حسن قراشي انطلاقة سريعة 2 points. كي كي نايس تراي ولكن هي باسكت الجول تندينج. لاحظ الاكسلنت لكن انحسبت باسكت. يضغط الاهلي يحاول يضغط الاهلي. يونس كويد دقيقتين على نهاية الكوارتر الثالث من المباراة 71-48. 11 نقطة و 2 points لم يوفق فيه. سيطر عليها لورن. حسين سلمان التمرير إلى حسن قراشي المنطقة المفضلة لحسن قراشي في الملعب. ويبغى سؤال الآن لماذا تم الاحتفاظ بحسين سلمان على دكة البدلاء؟ هذا سؤال المليون اللي أنا أبي إجابة منه من مدرب الأهلي. الفارق كان كبير غوامة 20 نقطة والأهلي كان يحتاج إلى إسراع اللعب. سيطر عليه الأهلي انطلاقة إلى هشام حاول فيها ما في مشكلة لورن والتمرير ثلاثية إلى المنام. ثلاثية للمنام 24 نقطة وترن أوفر آخر. لاحظ ثلاثية قادمة ثلاثية قادمة نايس بوي. خطأ على حسن قراشي خطأ على حسن قراشي. رميتين من باسكوال الفلبيني. استبدال هشام سرحان ودخول كاظم ماجد. هذا هو حسن قراشي القادم من فريق الحالة هو وحسين سلمان بنظام الإعارة لمنافسات المربع الذهبي. سبعين 51 39 ثانية على نهاية الكوارتر الثالث من المباراة. عمران ثلاثية حاول فيه سيطر عليه حسين سلمان. تو بوينتس اير بول سيطر عليه لورن وترنوفر انطلاقة إلى كويد يكسب خطأ متعمد على حسن قراشي. خطأ متعمد على حسن قراشي. كويد في طريقه إلى الدنك. شوف وين الخطأ المتعمد. هو خطأ يعني الدخول على اللعب ولكن متعمد
جماهير المنامة تحتفل في المباراة. ليش لا، من حقه الزعيم. 75 مقابل 51 نقطة. كوير على خط الرمية الحرة، تنفيذ الرمية الأولى لمحمد كويد، ينجح في التسجيل ويرفع رصيد محمد كويد إلى 13 نقطة، ثالث أفضل هدافي المنام بعد وين تشيزم 15 نقطة، محمد أمير 14 نقطة، ويتشارك مع أحمد عزيز كلاهما ب 13 نقطة. خطأ هجومي على أحمد نجف، دخول حسين شاكر في آخر 6 ثواني. ستة وسبعين واحد وخمسين، 6 ثواني و4 أجزاء من الثواني على نهاية الكوارتر الثالث من المباراة. ووين تشيزم أيضا إلى دكة البودلاء. حسين سلمان لم يوفق في اللقطة الماضية، وبالتالي يحافظ المنامة وليس الأهلي، يحافظ على الفارق ب 76 مقابل 51 نقطة، والأهلي لا زال يعاني في الكوارتر الثالث والثاني والأول من المباراة، يعاني في جيم 5، يعاني في جيم 4 من المد الهجومي المنامي الساحق اللي كان في الكوارتر الأول من المباراة، ومن ثم أعاد مرة أخرى التوازن المنامة، رجع إلى هدوءه في الكوارتر الثاني، إلا أن الأمور لم تكن بالصورة المطلوبة للأهلي في التعامل مع مجريات الكوارتر الثاني من المباراة، وأيضا انطبق الأمر نفسه على الكوارتر الثالث من المباراة اللي أيضا الأهلي يعاني وبقوة في مجرياته، وبالتالي تصبح النتيجة مع نهاية الكوارتر الثالث فارق 25 نقطة ب 76 مقابل 51 لصالح المنامة. إذن عقيل ميلاد مدرب المنامة نجح وبامتياز في قيادة المنامة إلى منصة الذهب. كوارتر ثالث وصل، ومسلسل إضاعة الرميات الثلاثية متواصل أيضا لصالح الأهلي. مشكلة الأهلي مو في رميات الثلاثية، مشكلة الأهلي في الإنسايد جيم، يعني ما يلعب الأهلي داخل المنطقة، لا يستقل قدراته الهجومية داخل المنطقة، يلعب على الإنسايد جيم، فبالتالي الأمور تكون عكس ما هو مطلوب للأهلي، لأن في حالة كبيرة من عدم توفيق. يعني على فكرة يعني تتكلم عن الأهلي في الثري بوينت في الفاينلز
الأهلي يلعب بنسبة تسجيل 26%. يعني الأهلي في الفاينلز في 3 جيمز صوب 76 ثلاثية في 3 مباريات، 76 ثلاثية سجل 20 فقط. ركز معاي، 76 سجل 20. يعني شلون إصرار الأهلي اليوم؟ شنو يعني الفكرة أن لاعبي الأهلي اليوم عندهم جرين لايت في الشوتينج، عندهم ضوء أخضر في الشوتينج وإضاعة الثلاثيات الواحدة تلو الأخرى، وبالتالي الملامة هو اللي يسجل في الكرات العكسية اللي تعود. فالمشكلة أن الأهلي في السيريس نفسه في الفاينلز مو متوفق من الثلاثيات. ركز معاي، ركز معاي، الأهلي سجل 20 من أصل 76 في حين أن المنامة سجل 37 ثلاثية من أصل 64 بنسبة 57%. شوف الفارق التركيز، ولاحظ البنتريشن باي كي كي اللي يسجل الآن يرفع رصيده إلى 15 نقطة. محمد حسن، هشام، سيطر عليها حسين شاكر، ينجح في تسجيل نقطتين حسين شاكر، فكر في التمرير ولكن يرفع رصيده إلى 18 نقطة. 53-78 الأهلي المنام محافظ على فارق 25 نقطة إلى هذه اللحظة. 25 نقطة الفارق، وين تشيزم إلى أحمد، ما حسبها صح، خطأ على يونس كويب. خروج يونس كويل ودخول أحمد عزيز ب 13 نقطة في رصيده أحمد عزيز، خطأين شخصيين. هذه المباراة مشاهدين الكرام تأتيكم ضمن سلسلة المباريات النهائية للدوري البحريني لكرة السلة. محمد حسن ثلاثية غير موفقة، نايس أسيست، وحكم يقول ما فيه شيء، انطلاقه حسين شاكر، نايس اسيست ونايس بلاي باي حسين اند لورن وودز وسمو الشيخ عيسى بن علي. هذا هو الاسيست لحسين شاكر والدنك للورن وودز، يرفع رصيده لورن الى 20 نقطه كافضل هدافي المباراه. خطا جماهير المنامة، كويد لم ينجح في الثلاثية، والثانية أيضا، والمنامة يلعب من خط الرمي الحرة بنسبة تسجيل 72%. أحمد عزيز 13 نقطة لأحمد عزيز، وين التمرير إلى أحمد نجف في عملية بوست أب تو بوينت لم يوفق فيها، انطلاقة هشام. 6:53 على نهاية المباراة، 57 20 نقطة، 21 نقطة الفارق، 5 ثلاثيات يرجع الأهلي، ولكن وين التوفيق في الثلاثيات؟ ساعة
سيطر عليه حسين لورن. 2 بوينتس و 19 نقطة الفارق، راح يكون إلى 18 نقطة الفارق، وفيما يبدو عقيل ميلان راح يطلب تايم أوت فيما يبدو. ستين، 59، 78، حسين من خط الرمي الحرة راح يسجل. قلت لك تايم اوت. بالفعل تايم اوت. تايم اوت من عقيل ميلاد لأنه حس أن الأهلي رجع، عمل 7-0 رن. الأهلي كان الفارق تقريبا 25 نقطة، الآن الفارق 5-0 رن عمل، وبالتالي أخذ الآن تايم اوت. مدرب المنامة عقيل ميلاد يقول للاعبينه لا تفقدون التركيز أو تحتفلون بالمباراة، هناك 6 دقائق و21 ثانية على نهاية المباراة. وكل شوف 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 الجماهير وين، وين الجماهير في كل مكان في كل زاوية متواجدين، أينما وجدت المساحة موجود الجمهور. إذا ما نجح يعني الأهلي في ووك، الحكم يقول ما فيه شيء، راح يلعب على 24 ثانية المنامة. وآخر شيء يتمنى الأهلي الآن ثلاثية عليه، سيطر عليها انطلاقة. كاظم ماجر راح يخترق، يكسب خطأ، يحاول، والحكم يقول ما فيه شيء، الحكم يقول ما فيه شيء. نوروز في الوقت الصح يرجع بالفارق إلى 21 نقطة، والمنام يصل إلى 81 نقطة، قد يصل إلى 90 نقطة، راح نشوف. آه حسين، آه يا حسين، ما يحتاج الآن المنام الثلاثية، راح تقضي على الآمال نهائيا. وتو بوينتس أحمد نجف، حسين شاكر 21 نقطة، أفضل هدافي المباراة ثلاثية. غير رأيه محمد حسن، أوه بلوك باي أحمد نجف. وين جيزم هدى في الشوط الثاني؟ هدى تماما. وين 2 بوينتس؟ وين الحكم يقول ما فيه شيء؟ انطلاقه، لا 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 لا، ويسيطر عليها لورن. كاظم هشام، ثلاثية يتمناها الأهلي، يس يتمناها الأهلي. ويرجع الفارق إلى 63 مقابل 83. 4 دقائق و20 ثانية وخطأ على الأهلي. دخول محمد حسين الآن قائد المنامة. ثانية أخيرة يسيطر عليها، يعني هي الفرصة يعني معنوية أكثر الآن. هشام 17 نقطة الفارق،
17 نقطة الفارق، 3:47 هذه ثلاثية هشام، وهشام يرفع رصيده إلى 14 نقطة. ثلاثية حسن نوروز غيرها يا بنتريشن 2 بوينتس ما يسيطر عليها مرة أخرى. المنامة كمبيس from the bench، الجمهور يطالب بكمبس وطبعا يمتحهم بالثلاثية 2 points plus 1 وباسكت للورين وودز وجزاء الرمي حرة. فارق 20 نقطة يراوح مكانه. لورين وودز مترين 18 19 نقطة، وصل في أفضل حالاته إلى 17 نقطة، الآن الفارق 19 نقطة، الثلاثية راح يعني تعطي نبض لفريق الأهلي، نبض. هشام راح يلعب على الثري بوينت. أوه لورين 2 بوينت، الفارق الآن 15 بوينت جيم. لاحظ لا 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 ما أكثر الكرات اللي أضاعها لورين وودز اليوم في المباراة، ما أكثر الكرات اللي أضاعها لورين وودز اليوم في المباراة من خلال التمرير باستعجال 71 مقابل 88. تخيل لو سجل الأهلي النتيجة كانت 86-71، لو سجل الأهلي الثلاثية كانت تكون النتيجة 86-74. 12 point game راح يكون في كلام آخر في المباراة. 2:40 هذا هو التايم اوت الثاني لمدرب الأهلي جابرييل ومساعده ريان المحمود مقابل تايم اوت اول ووحيد لمدرب المنامة عقيل ميلاد. اختفى علي عقيل في الكوارتر الثالث والرابع من المباراة، لاعب الاهلي. المقصورة الرئيسية الحكم يقول ما فيه شيء، لا استجع على وين تشيزن. خارج الحدود على هشام سرحان. كمبس في لاحظ الستيل من حسين شاكر. محمد حسن ثلاثية غير موفقة. يعني البحث عن هشام في أفضل الحالات. أحمد عزيز التمرير إلى محمد أمير. حسن نوروز ثلاثية لم يوفق فيه، سيطر عليها الآن 2:02 على نهاية المنامة وتتويج نهاية المنامة على نهاية المباراة وتتويج المنامة. ثلاثية أخرى لحسين سلمان، والآن المباراة 14 point game. بس ما في وقت، في وقت ما في وقت، لا استجع على المنامة، في وقت والله ما في وقت، في وقت والله ما في وقت. راح نشوف، لكن نتمنى الآن نشوف ثلاثية، لأن المباراة راح تكون 11 point game.
هذه هي الثلاثية المنشودة. أخ لم يوفق فيه الأهلي، يعني لو كانت في الباسكت المنامي راح تكون ممتعة وترخل المباراة إلى نفق آخر. أحمد عزيز يحاول التو بوينت يكسب خطأ، الحكم يقول ما فيه شيء، هشام 3 on 1 اللعب على الثري بوينتس، إيزي باسكت 2 بوينتس، والحكم يقول باسكت و 12 بوينت جيم، كانت 25 بوينت جيم. الآن 12 نقطة الفارق، 88-76، ومفروض المنام أنه ما يسجل ولا هجمة الآن، ومفروض أن الأهلي يلعب على الثري بوينتس. لاحظ الجود ديفنس راح يكون هو السر، الضغط على حامل الكرة. حسين لازم يضغط، لازم يكون في تيرن اوفر. راح يلعب على 24 ثانية، حاول يكسب خطأ، لاحظ التمرير نوروز، باسكت مهم الآن للأهلي، 3 بوينت، التمرير يجب أن يكون 2 بوينت في وقت 10 نقاط الفارق، 50 ثانية، 50 ثانية الفارق، والمباراة ترجع من 25 نقطة إلى 78. بقول لكم ليش رجعت المباراة، قد يكون الفارق له دور في المنامة أنه سهل الأمور وأعطاهم، يعني شوف غير راضي محمد أمير كم بس، لا استج على محمد حسن. الفارق ان الاهلي استفاد الان، يعني حصل حسين سلمان معاه في التشكيل وقدر يخلق مساحات وسرعات لفريق الاهلي، في حين ان ايضا التركيز من الثلاثيات والانسايد جيم لفريق، لاحظ هذا هو الضغط الدفاعي الان. الآن الحل 37 ثانية، 10 نقاط الفارق، 25 نقطة كان الفارق، الحل في ثلاثيات. شوف هذا اللي كنا يقولك نفتح مساحات، وكاد حسين أن يعني الثلاثية. إذن المنامة بينه وبين الدوري 25 ثانية. حسن نوروز، ميثم، وين؟ تمرير سريع، ما يبون الكرة تكون في يد لاعب، يبون سرعة في التمرير. حسن لاحظ المنام ما قادر يسجل، 3 ثواني أخيرة، ثانيتين المنامة بطل دوري السلة لموسم 2017-2018 ب88 نقطة مقابل 78 نقطة، بعد ما كان الفارق 25 نقطة انتهت المباراة إلى فارق 10 نقاط ب 88 مقابل 75. مباراة مستحقة، مباراة 10/10 على لفريق المنامة. أيضا الأهلي قدم مباراة رائعة في الكوارتر الأخير من المباراة، حاول أن يعود إلى المباراة، ولكن فارق الكوارتر الأول كان هو الغاسي والكوارتر الثاني. إذن قبل التتويج نعود إلى زملاء في الاستوديو التحليلي، الكابتن عبد العزيز الخضير وضيوفه الكابتن علي عبد الغني وحسين فاهري لإلغاء بعض الضوء على أبرز ما دار في المباراة والتحديد في الشوط الثاني. فإليك الكلمة زميلي عبد العزيز. إذا مشاهدينا لا جديد، المنامة يتوج بطلا لدوري زين لكرة السلة للمرة 6 على التوالي وللمرة 22 في تاريخه، وبذلك يؤكد زعامته لكرة السلة البحرينية بحصوله على 22 لقب دوري مقابل 22 لقب دوري لجميع أندية البحرين الأخرى. فمبروك لنادي المنامة ولمجلس إدارة نادي المنامة وللجهازين الفني والإداري واللاعبين
ولجميع الجماهير، إنجاز مستحق لفريق المنامة. كباتن لا جديد الربعين الثالث والرابع استمروا بنفس الطريقة. كان شيء متوقع أن المنامة يطلع يظفر بالمباراة. الأهلي يعني قدم ما عليه. أعتقد خلينا نوجه في البداية يعني نقول مبروك إلى المنامة على هاي الأداء البطولة، سواء عند بطولة كأس خليفة عنده السوبر بالإضافة إلى الدوري. هذا إن شاء الله يصب في مصلحة الفريق إن شاء الله بالنسبة إلى بطولة مجلس التعاون. إحنا ننتظر بطولة مجلس التعاون إن شاء الله يكون محرق والمنامة خير ممثل إلى مملكتنا الحبيبة. المباراة أعتقد يعني حسمت من الكوارتر الثاني، صار 18 نقطة مثل ما قلنا. وأعتقد البطولة يعني ذهبت لمن يستحقها، أعتقد المنامة يستحق البطولة اليوم. كابتن حسين، الأهلي حاول ولكن الفارق كبير، وعزيمة المنامة كانت واضحة اليوم. هذه ما كنا نتكلم عنها في جميع الاستريوات، اليوم شفناها من المنامة. طبعا في البداية أحب أبارك حق نادي المنامة، مجلس الإدارة والجماهير والجهاز الفني والإدارة واللاعبين. طبعا مثل ما تفضلت، بطل الدوري عن جدارة واستحقاق. نقول هذا لك فريق النادي الأهلي، قدم موسم جيد نوعا ما بالنسبة للمواسم السابقة. طبعا مثل ما تفضلت، لا جديد في الثالث والرابع، في الربع الثالث والرابع المباراة مشت بنفس الطريقة مثل ما قلت لك أنا. إذا في الربع الثالث الأهلي ما قلص الفارق، أعتقد يعني صعب إنه يرجع في المباراة. طبعا ما حسينا إنه كان في خطورة على نادي المنامة إنه يخسر المباراة، سير المباراة بكل أريحية. الفارق طبعا ما يدل على سيناريو المباراة، أو مثل ما يقولون يعني الفارق العشر نقاط أعتقد يوحي لك إنه كانت ممكن تكون مباراة كلوز جيم، بس هي كانت مباراة من طرف واحد. أعتقد المنامة سيدها من البداية لنهاية المباراة، يستحقون اللقب. أعتقد على المجهودات اللي قدموها والمستوى التصاعدي اللي كان من المباراة للثانية، أعتقد المنامة كان يستحق جميع البطولات اللي حققها الموسم. كابتن علي، أتوقع كابتن عقيل ميلاد أسكت جميع المنتقدين من خلال حصوله على بطولة السوبر وبطولة كأس خليفة بن سلمان واليوم الدوري، يعني بمستوى رائع من فريق المنامة. هذه فريق المنامة اللي نعرفه. كابتن عقيل طبعا غني عن التعريف، عنده أكثر من بطولة على مستحقته، ويا الأهلي كان عنده أكثر من بطولة. عقيل ميلاد يعني أعتقد اليوم أثبت إلى الجميع أن مدرب ذهبي فعلا. استطاع يعني يمكن انهزم فقط مباراة واحدة في هاي الدوري من المحرك، وكل المباريات وهو فايز فيها. استطاع عن طريق السهل الممتنع المنام، استطاع ان يوصل الى النهائي وحقق ما اراده. يعني نقدر نقول يعني واثق الخطوة يمشي ملك. يعني المنام اليوم ملك بهاي البطولات الثلاث، وهو يعني متسيد البطولات هنا في البحرين. الحين حاليا عنده 22 لقب. هذا شيء انجاز يحسب الى الكابتن عقيل، يحسب الى الجهاز الاداري، يحسب الى الاداره. طبعا الجماهير مشكورين على الحضور، اضافوا شيء رونق يعني جدا كبير الى المباراه. يعطيهم العافيه ونقول مبروك مره ثانيه للمنامه. كابتن حسين قاهري، لو تقدم عندنا في الدوري جائزه الفاينلز ام في بي، اتوقع تروح حق محمد امير. ممكن محمد امير، ممكن محمد كويد، اعتقد. ولكن يعني محمد امير يعني لا، مثل ما يقولون ادوار غير ملموسه، غير نقاط التسجيل. اكيد اكيد طبعا. اليوم شفنا اللاعب محمد امير يتألق. طبعا انا قلت لك قبل المباراه، قلت لك اليوم بتشوف السكور بيتوزع على اغلب اللاعبين، بيكون في تركيز على محمد كويد، بس بالسكور بيتوزع على اغلب اللاعبين مثل ما شفنا توزع على جميع اللاعبين. الكل طلع بصوره ممتازه في نادي المنامه، حتى اللاعبين اليوم من البنش طبعا ادوا ادوارهم على اعلى مستوى. طبعا ما انسى ابارك حق الكابتن عقيل، مدرب وطني طبعا حقق انجاز يحسب له عن جداره واستحقاق. يعني قاد فريق المنامه بخسارتين طول الموسم، يعني خساره في الدور التمهيدي من النادي المحرق، وخساره المباراه السابقه ضد النادي الاهلي. طبعا يدل ان المدرب الوطني ما يقل شان عن اي مدرب اجنبي. اتمنى له التوفيق طبعا في البطوله الخليجيه، وجميع المتفائلين ان شاء الله خير في هالبطوله هذه. ان شاء الله هذه سنه الفوز ان شاء الله، سواء للمنامه او المحرق. كابتن علي، اتوقع رغم خساره الاهلي لهذه المباراه الا
أن أتوقع أنها نتيجة إيجابية خصوصا بعد ابتعاد الفريق في الموسم الماضي عن المنافسة وأيضا عدم الاستقرار الفني والإداري في الفريق. هو يعني إذا ما حسبنا الأهلي في بداية الموسم أو في السنوات الأخيرة يحسب إنجاز لأنه وصل إلى هاي المرحلة واستطاع أن يسرق مباراة من 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 المنامة. هو نقول يعني نتيجة إيجابية، إنجاز الأهلي تعود على البطولات، هاي ما هو يعني شيء إيجابي، هو شيء إيجابي ممكن يوصل، ولكن الأهلي يعني مهما يكون له تاريخه، له بطولاته، له رجالاته، في النهاية حتى جمهور الأهلي ومتابعين الأهلي ما يقبلون بأقل من البطولة، وبالتالي الأهلي يعني هو زين إن إذا نشوف الفرق الكبيرة عندنا كذي في يكون في تنافس، يعني ما يكون من سايد جيم أو 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 فريق وحيد إنه يتسيد. إحنا شفنا المحرك، شفنا الأهلي، الرفاعة شفنا طلع بصورة وايد زين، هذا يعطيك الدوري نكهة أكثر ويعطي قوة أكثر، ينعكس على المنتخب، ينعكس على مشاركات الخارجية إلى 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 المملكة أو على مستوى الفرق. كابتن حسين، مع تواجد الأهلي في النهائي اليوم، هل ممكن نقول أن هذه ممكن تعطي جرعة إيجابية لتصحيح الأوراق والتواجد في الموسم القادم، خصوصا إذا ما احنا نتكلم عن ثلاثي المنافسة، المنامة والأهلي وأيضا المحرق، وشفنا في هذا الموسم دخول طرف رابع الرفاع اللي أكيد راح يعزز صفوفه، فما راح تكون المنافسة نفس السابق. طبعا احنا إذا بنتكلم عن النادي الأهلي مثل ما تفضلت، هو ما ينحسب إنجاز، ما أعتقد النادي الأهلي بجماهيره برجالاته راضين عن النتيجة هذه، في ظل بس في ظل عدم الاستقرار اللي صاحب الفريق طول الموسم، التغييرات اللي صاحبت الفريق، أعتقد نوعا ما بنقول نتيجة إيجابية، بس ممكن نقول يعني إنه ليس بالإمكان أحسن مما كان، يعني أعتقد يعني الظروف اللي مر فيها الفريق أعتقد هاي أقصى شيء يقدر يوصل له، يمكن مع أنه بذلهم مجهود حاولوا أن يتخطون المنام وحققوا اللقب، بس ما حالفهم الحظ. الفرق الثانية ينطبق عليها نفس الشيء، طبعا أنت قاعد تتكلم عن أندية ما تقل شأن عن نادي المنامة، نادي المنامة طبعا متزعم كرة السلة في البحرين، لكن الأندية الثانية المفروض تصحح أوراقها، صحح الأخطاء اللي صارت في الموسم هذه، يستفيدون من تجربة الموسم نفسه، مثل ما المنامة راح يستفيد بعد، يعني انت تتكلم عن الموسم القادم ان شاء الله تبشر بخير. انت اسم نادي الرفاع اعتقد يمكن يكون الحصان الأسود هالموسم هذه، ويدل انه في شغل راح يكون اكبر في الموسم القادم. اتمنى يعني التوفيق لجميع الفرق ان شاء الله، نتمنى المنامة توفيق في البطولة الخارجية مع فريق نادي المحرق. احنا متفائلين، انا امانة على المستوى اللي قدمه المنامة اليوم والطريقة اللي لعبوا فيها، ان شاء الله اعتقد هاي سنة المنامة ان شاء الله. ان شاء الله. كابتن علي، اتوقع المنامة يعني لحد الان حقق العلامة الكاملة، ثلاث بطولات، من اصل ثلاث بطولات ما فرط في ولا بطولة، وامام الاستحقاق اللي مو فقط جمهور المنامة ينتظر، جميع جماهير السر البحرينية تنتظر لقب خليجي. بالضبط، يعني هو حقق العلامة الكاملة على المستوى المحلي، واحنا ننتظر مثل ما قلنا ننتظر الأكبر اللي هو دخول مجلس التعاون. احنا شفنا المنامة في المواسم اللي سبقت بالنسبة إلى كأس إلى بطولة مجلس التعاون دائما يكون في الفاينل، ودائما يخسر في الأمتار الأخيرة، إذا نتذكر البطولة الخليجية الأخيرة اللي كانت هنا على 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 أرضنا وبين جمهورنا، وخسر في اللحظات الأخيرة. أعتقد المنامة راح يستعد بشكل وايد زين، مجموعة اللاعبين الموجودة متجانسة جدا، إذا ما أضاف إليهم محترف ثاني راح تكون قوة ضاربة إلى فريق المنامة. المنامة يمتلك يعني من الأوراق ومن الخبرات ما يؤهله أن يحقق هاي البطولة، وإحنا نحتاج إلى بطولة مثل بطولة مجلس التعاون على أساس يعكس التطور اللي حاصل بالنسبة إلنا على مستوى الباسكت. نتابع الآن تتويج فريق المنامة الحاصل على لقب الدوري للمرة السادسة على التوالي وللمرة الثانية والعشرين في تاريخه. كابتن، يمكن نشوف على الشاشة الآن صورة وين تشيزم، أتوقع كان من العناصر المهمة في إنجاز هذه المنامة. بالضبط، يعني أعتقد اللاعب أدى مستويات جدا ممتازة
في البلاي اوف ومع نهاية الموسم. طبعا كان في علامة استفهام عليه من بداية الموسم، بس بداية الموسم يعني ممكن انا كان عندي اكثر من حديث مع الكابتن علي، وكنت اقول له اللاعب يبين امكانياته جدا كبيرة وراح تشوفه في النهائيات بيطلع بصورة ممتازة. اتمنى نادي المنامة يعني اللي شفناه انه يتعاقد مع محترف قوي للبطولة الخليجية، اعتقد الفريق جدا متكامل ما ينقص اي شيء مع المحترف الجديد اللي جاي. اللاعب وين تشيزل اعتقد مستواه اكثر من ممتاز، يناسب الفريق يناسب امكانياته، مع المحترف الثاني اعتقد تعدى بما فيه الكفايه عن بطولات الخليج. ان شاء الله مثل ما قلت لك هالسنه سنه المنامه. كابتن علي، فريق المنامة بهذه العناصر المتواجدة الآن اللي نشوفها، أبرز النجم الشاب محمد أنير، والآن اللاعب أيضا الشاب اللي قدامه مستقبل اللاعب علي شكيب، هل ترى أن المنامة قادر يحافظ على احتكار الدوري في المواسم القادمة؟ أعتقد المنامة راح يستمر على ما هو عليه إذا ما حدثت بعض التغييرات، سواء على المحرك، انتقالات. إحنا نتكلم إحنا بنشوف باب الاحتراف راح يكون مفتوح على مصراعيه، وراح تدش أندية كبيرة على الخط، وفي لاعبين كبار يعني بتكون تحت المجهر، مجهر الأندية، سواء المحرك سواء الأهلي أو حتى الرفاع. وبالتالي أعتقد المنامة راح يحافظ كثر ما يقدر على 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 هاي التشكيلة الرائعة. المنامة ترى يعني متسيد الباسكت من تقريبا من الميني باسكت إلى الناشئين إلى الشباب إلى الأول، ما شاء الله حتى في الفئات عنده في الفئة الواحدة أكثر من فريق. بالضبط، يعني حتى على مستوى الميني باسكت يلعب بفريقين. في اهتمام، أعتقد في اهتمام كبير جدا من مجلس الإدارة برئاسة كازروني، لذلك في عمل منظم، في بلان قاعدين يشتغلون عليها أعتقد، وهو خطتهم دائما عقب ما يخلصون من هنا محليا ينظرون إلى 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 المستوى الخليجي، وأعتقد هاي البطولة اللي ناقصة المنامة على مستوى الخليج. كابتن أحسن، أتوقع طبعا طالع الكابتن عقيل ميلاد، مبارك له، ألف مبروك، يستاهل هذا الإنجاز الذي لا يحسب فقط للكابتن عقيل ميلاد إنما يحسب لجميع المدربين الوطنيين. كابتن حسين، أتوقع هذا الإنجاز أيضا يحسب إلى إدارة نادي المنامة، شفنا في هذا الموسم استقرار إداري استقرار فني. كابتن عقيل يمكن مو يدير على الفريق الموسم الماضي، كان متواجد كمساعد مدرب، أيضا مساعدين مدربين وطنيين كابتن محمد نجف كابتن هاني علم، فهذا الاستقرار يحسب لنادي المنامة على عكس ما شفنا في المواسم السابقة كان في كثرة تغيير المدربين. بدون أدنى شك يعني جميع العوامل والعناصر موجودة في نادي المنامة لتحقيق اللقب ولتحقيق الإنجازات، أضف لذلك الاستقرار اللي موجود اللي ما تشوفه عند الفرق الثانية. بالضبط. طبعاً هاي يحسب لإدارة نادي المنامة صابرين على الفريق حتى في ظل عدم ظهور الفريق بالصورة المطلوبة، بس هم عارفين في نهاية الأمر المنامة راح يطلع بالصورة اللي معروف عنها. صبروا على الجهاز الفني أكثر من موسم، عندهم استقرار طبعاً هالسنة هالموسم هذا عندهم استقرار قيادة الكابتن عقيل ميلاد، طبعاً قاد فريق نادي المنامة بشكل جداً ممتاز شفناه. طبعاً كابتن نوح ناجف ربان المنامة من الناحية الإدارية، رئيس الجهاز، ومثل ما نقول ماسك زمام الأمور في الفريق وفي النادي بشكل عام. طبعاً كابتن نوح ناجف رئيس جهاز كرة السلة في نادي المنامة، طبعاً العمل اللي يقوم في نادي المنامة، أنت أي فريق تحتاج للجانب الفني والإداري موجود لازم يكون في الفريق بالإضافة للاعبين، العناصر هاي كلها مكتملة في نادي المنامة، الاستقرار موجود طبعاً. الآن نتابع تتويج فريق المنامة بالدرع للمرة الثانية والعشرين في تاريخه، محمد حسين كمبس قائد فريق المنامة يتقدم لاستلام الدرع، هذا الدرع الذي استحقه المنامة في هذا الموسم من خلال مستوى ثابت ومن خلال خسارتين فقط، واحدة في الدور التمهيدي والأخرى في الدور النهائي في المباراة الماضية من الأهلي. ألف مبروك لنادي المنامة على هذا الإنجاز المستحق، مثل ما نقول مو غريب على المنامة دائما في منصات التتويج ودائما يحصد المراكز الأولى سواء على مستوى فريق الكبار أو
الفئات السنية. الفرحة واضحة على لاعبين فريق المنامة وأيضا الجماهير المتواجدة اللي نوجه لها التحية اللي كانت متواجدة من الساعات المبكرة بشكل كثيف رغم خسارة الفريق في المباراة الماضية، الآنها جددت الثقة في الفريق وتواجدت وحرصت على مؤازرة الفريق بقوة، وأعتقد هي كانت اللاعب رقم واحد اليوم في تشكيلة نادي المنامة. نادي المنامة طبعا مثل ما يكون هناك في شك على مستوى الفريق، تلاقي الجمهور واللاعبين مع الجهاز الفني والإداري الجميع يتكاتف على أساس أنه يطلع من أي مرحلة صعبة، وشفناها اليوم. يعني أكبر دليل يعني بعد المستوى المهزوز اللي طلع فيه الفريق المباراة الماضية، شفناه اليوم التركيز كان واضح من بداية المباراة لنهاية المباراة مع الفارق الكبير اللي كان موجود، إلا أن اللاعبين كانوا مركزين بشكل كبير، وفي النهاية مثل ما شفت يعني المباراة تتكلم عن نفسها. يعني خلني أضيف شغلة عبد العزيز، أعتقد جمهور المنامة يعني عشق لا ينتهي بالنسبة إلى فريقهم. يمكن ما يميز نادي المنامة جمهوره ما شاء الله عليه حاضر دائما موجود متابع، يعني يعرف الباسكت شلون، ما يرضى بالهزيمة، وبالتالي دائما إذا ما صاد أي دروب تلاقيه دائما موجود ويحاسب. لذلك أعتقد في حلقة تواصل بين الجمهور وبين الإدارة وبين اللاعبين. دائما ما نقول المنامة عنده مدرب، المنامة عنده 1000 مدرب متواجدين على المدرجات، جميعهم فاهمين كرة السلة، عارفين القوانين، عارفين الخطط، عارفين كل شيء. بالضبط، يعني وهي ما تلمسه في السوشيال ميديا، إذا تشوف أي مقابلات ويا أي جمهور سواء الأهلي سواء المنامة، يعطيك بعض اللمحات وبعض الفنيات اللي ما تتوقعها من الجمهور. ما شاء الله عليهم، يعني كثر ما يتابعون الباسكت أعتقد يعني هم مدربين صايرين خارج الملعب. نتابع هذه الفرحة من أرضية الملعب لفريق المنامة اللي نذكر الآن يصل إلى لقب الدوري رقم 22 في تاريخه مقابل 22 لقب دوري آخر لجميع الأندية متوزعة على 17 لقب لنادي الأهلي وثلاثة ألقاب لنادي الحالة ولقبين لنادي المحرق. نجدد التهاني والتبريكات لفريق المنامة على هذا الإنجاز، وأكيد نتمنى له كل التوفيق في البطولة الخليجية إلى جانب فريق المحرق. كابتن، قبل أن نختم هذا الاستديو، ماذا يحتاج المنامة لتحقيق اللقب الخليجي، خصوصا أن هذا الجيل الذهبي الآن خلاص حقق جميع البطولات الممكنة، سوبر، الكأس، الدوري، الآن العين على البطولة الخليجية؟ شوف، احنا إذا بنتكلم عن نادي المنامة في البطولات الخليجية الماضية آخر 3 سنوات، المنامة كان يعاني من نقطة واحدة، اللاعب المحترف. طبعا ما كان ينقص أي شيء، الفريق الحين ما ينقص أي شيء، محتاجين لاعب محترف على مستوى عالي يوازي اللاعبين اللي راح يكونون موجودين في البطولة. متى ما تحصل نادي المنامة على محترف سيرة ذاتية قوية بمستويات عالية، أعتقد ما راح ينقص شيء وراح يحقق البطل. حسب ما سمعنا أن راح يستعينون بمحترف فريق الحكمة اللبناني والريال، نسيت اسم اللاعب، أعتقد يعني هاي اللي سمعناه إضافة إلى وين تشيزي. بالضبط، يعني أعتقد لاعبين على حسب السيرة الذاتية، أعتقد المحترف راح يكون إضافة لفريق نادي المنامة إن شاء الله في هالفترة البسيطة، يقدر يتأقلم مع الفريق ما ينقص شيء لتحقيق اللقب. يعني شكر لكم كباتن تواجدكم معنا في الاستديو من بداية ظهورنا في بطولة كأس خليفة بن سلمان إلى اليوم، لكم الشكر، وأيضا الشكر موصول إلى جميع المحللين اللي كانوا معنا، الكابتن أحمد مالله والكابتن طلال موسى. مشاهدينا، وصلنا معاكم إلى نهاية تغطياتنا لدوري زين لكرة السلة ولجميع مسابقات كرة السلة في هذا الموسم. نأمل أن نكون قد وفقنا في هذه التغطية، ونعدكم إن شاء الله بالأفضل في الموسم القادم. نجدد التهاني والتبريكات لنادي المنامة ومجلس إدارته وجميع اللاعبين والجهازين الفني والإداري والجماهير بمناسبة تحقيق الثلاثية في هذا الموسم، بطولة كأس السوبر وبطولة كأس خليفة بن سلمان لكرة السلة، وختمها ببطولة دوري زين لكرة السلة. ونتمنى كل التوفيق لفريق المنامة وفريق المحرق في البطولة الخليجية القادمة التي راح تقام في عمان بداية شهر مايو القادم. إلى هنا أعزائي المشاهدين، وصلنا إلى نهاية تغطيتنا، نتمنى أن تكون حازت على إعجابكم. تقبلوا تحياتي عبد العزيز الخضير وجميع طاقم العمل، وإلى اللقاء.